نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقديم وزارة التموين لمنح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أن الموقع الإلكتروني المتداول لتلك الأخبار مزيف وغير متابع للوزارة على الإطلاق، مشددة على أن كافة أشكال الدعم والمنح الاستثنائية التي يتم تقديمها للمواطنين يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة.